آخر يوم ولد طبيب شاطر كذا ايش اللي خلانا قذر حياتي في صيد السمك؟ ما عيب علي اكون دختر وشال سمك؟ دبيبه؟ نعم. انت ليش مكرمي روش؟ لا انا اقول في نفسي يا صابرينا ان هذا الشيء سهل شيء بسيط، كل المرضى يشترون على يديني وبعد بسرعه. صحيح. انت الدبيبه اللي روح كبر امي ربهانه عشان يسوي فرهاد. زين سمعي يا شمع. نعم. من اليوم ورايح لازم توصلين العلاج. كيف يا دكتور؟ لازم تاكلين بعد كل وجبه لسان ببغاء. لسان ببغاء؟ وتشربين حليب ناقه. انا واشرب حليب ناقه؟ شوفي لا ترجعي لمخي، انا علاجي كذاك يعجبك ولا لا؟ ولا برجعك ثاني بعد مره ثانيه خلص الحين. انت شمعه بنتي يا شمعة، صحيح رجع لك النطق؟ صحيح قمت تتكلمي مرة ثانية؟ هي نعم يا أبوي. يا سلام. ما أحلى صوتك يا بنتي يا شمعة، من زمان وأنا مشتهي يا سمعة. شكرا لك يا دكتور.